أخبار اليوم. بدك توجه رسالة لإدارة المهرجان على اللي حصل معاك النهاردة؟ حصل خير، وقفنا على الباب وتعطلنا، والناس كانت بتزق بعضها، الناس ما كانتش منظمة، الناس المفروض توقف طابور وتحترم الطابور، لو الناس احترمت الطابور ما كانش السيكيورتي خاف يفتح لنا الباب. ده رأيي الشخصي، مش بقول حاجة ومش بجمل حاجة، بس أنا شايفة إن إحنا المفروض نحترم ثقافة إن إحنا نوقف طوابير على الأبواب. بس يا فندم إحنا مش بنهاجم، إحنا بننتقد عشان خاطر الفشل اللي بنشوفه في كل سنة ما نشوفوش في السنين الأخرى. قدامي كان خايف يفتح الباب علشان الناس كانت بتزق بعضها وبيتدافعوا جامد جدا جدا على البوابة. لو الناس كانت واقفة بشكل حضاري طوابير قدام الباب ما كانش السيكوريتي خاف ان هو يفتح الباب. انا شفت ده بعيني. طب ده يا فندم عيب من الجمهور ان هو ما التزمش، ولا عيب من المنظمين ان هم ما قدروش يدوروا المنظومة صح؟ الاثنين. مش هينفع اقول حد غلطان وحد مش غلطان. الاثنين. بص احنا واقفين. طب والضيوف يا بنات، بقيت الفنانين كلها. بص احنا واقفين ازاي دلوقتي؟ بص ازاي احنا نفسنا واقفين ازاي دلوقتي؟ ما فيش منظمين حتى في وقفتنا. انا نفسي واقفه معاكم بس عاملين ازاي؟ بقيت ايد الدنيا. طب وبقيه الضيوف والفنانين برضو اللي جاي حصل معاهم نفس النظام، والمسؤولين تقول لهم لفوا الباب الثاني وروحوا الباب الثاني، وفنانين مش مصريين، سمعه مصر قدام العالم في تنظيم مهرجان زي ده في بلدنا. الفنان حضرتك بتروحي بتحضري مهرجانات بره مصر، بتشوفي المعامله اللي بتعمليها بره وهنا. احنا مش بنعيب في مصر ولا بنعيب في كلام، بس احنا بنتكلم على التنظيم. الفشل اللي احنا بنشوفه مش عايزين نشوفه ثاني. حضرتك تنقلي الصوره اللي بتشوفيها بره عن اللي احنا بنتعامل بيه هنا، ايه الفرق؟ فرق كبير، بس برضو في فرق ثقافات، وزي ما قلت لك الجمهور نفسه مختلف. الجمهور هناك بيحترم الطوابير، احنا ما بنحترمش الطوابير. خلينا احنا كمان نحترم نفسنا والناس هتحترمنا. التنظيم يا فندم، التنظيم احنا بنتكلم فيما يخص التنظيم. انا مش هتكلم فيما يخص التنظيم، لان انا النهارده اول مره احضر في مهرجان. مش هتكلم فيما يخص التنظيم، واول مره احضر مهرجان في مصر. التنظيم ممكن يبقى كويس، مش هقدر اظلمه. الناس برضو بتتعب وبتبذل مجهود وعايزين الموضوع يبقى منظم. احنا برضو لازم نساعدهم. مش بغلط في حد، ومش خايفه ان انا اغلط في حد، بس احنا لازم نساعده. انا شايفه كده.